السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذه فرصة أيها الأحباب الكرام أننا نذكر بأن هذه الدنيا لا تستحق منا كل هذا الصراع. هذا الصراع يكون بين الأفراد وبين العائلات، وهي كلها لا تساوي شيئا عند الله تعالى. الدنيا قصيرة جدا، والإنسان عوض أن يتنافس في الشر ويتنافس في الصراع والخصام والأذى، كان عليه أن يتنافس في المحبة والمودة وفي العطاء. أي نعم، نتنافس في العطاء، نتنافس في الصفح والعفوي، نتنافس في الإكرام، نتنافس في المبادرات دي الخير. هذا هو الإنسان العاقل، إنسان ناجح، الله تعالى يباركه، الله يحفظه، الله يكلأه، الله ينصره. أما أن يتنافس الإنسان في الشر وفي الأذى ويبقى يحفر لهذا وهذاك، راه الدنيا ما كتسوى والو، وهي قصيرة وفانية، ومن بعد ربي عز وجل غادي يوقفنا أمامه المحكمة الإلهية، وكل واحد سيرى نتيجة أعماله. من رأى عملا سيئا سوف يستاء وسوف يندم يوم لا ينفع الندم. أما من رأى أنه فاعل للخيرات وأنه مبادرات للإصلاح والعفو والإكرام والإحسان، فإنه سوف يستبشر وسوف يسعد. نسأل الله تعالى أن يبين لنا حقيقة الدنيا، وأن لا يعظمها في قلوبنا، وأن يعطينا فيها ما يكفينا، ولا يعطينا منها ما يطغينا. اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.